معك طاهر سعدون. اللي كان عيب عليه هو ان هذا الشيء اللي تكتب تحت الصوره هو دو لا بروباغوند روس بالنسبه للاعدام، لان شدوا الخبر من عند دونباس ولا حول لا ما كاينش هذا الشيء. الدري ولدي في السنه الثالثه من المعهد الدولي باوكرانيا في ديناميكيه علم الفضاء، عنده 21 عام فعلا وشي حاجه، تلميذ نجيب جدا وبروشان سافون بروشان استرونوت ولا سافون. المغرب خصو يفتخر به، عنده الجنسيه الاوكرانيه من 2020 يعني قبل من الحرب. ما كاينلاش ان يسميوه مرتزق، ماشي مرتزق ماشي ميرسونير، لانه كيتسمى اسير حرب. ثانيا هو مدني، ما كانش كيتقاتل، كان داوهم بزمنهم كيترجموا، ولكن الترجمه من المفروض كتكون في كييف، وضحكوا عليهم صيفطوهم للازوفستال وشدوهم تما كرهائن كيترجموا له، كيهضر بالروسيه بجميع اللغات ديالها بجميع لارغو ديالها والجارغو ديالها. حاول يتصل بلي بروريس في الدونباس وداروا ليه الطريق وعاونوه وخرج اون سيفيل، يعني حتى ملي قدم راسه قدم راسه باللباس المدني، وهذه من بعض النقاط والشروط في القانون الدولي اللي كيدوي على معاملات ديال العسكر بالنسبه للسيفيل والعسكريين. اذا هو ماشي ميرسونير. ثانيا هرب راسو، هرب قبل ما يدوروا رواسه وقبل ما يشدوهم، وهذا ما لقاوش عليه القبض، هو سلم راسو، خرج السيفيل مع اصحابه وهذا، والحمد لله لا سيتياسيون ديالو مزيانه بزاف، لانه عنده الجنسيه الاوكرانيه كتبقى لا سيتياسيون ديال دوك لي دوز اونغلي مع لو فرونسي مع داك لا بيرسون الاخرى. هذوك هما اللي عندهم مشكل، لانهم الجنسيات ديالهم ماشي اوكرانيه وكيتقاتلوا بدون المساعده ديال البلدان ديالهم. هذوك الدراري راهم تما طلبه معاه في نفس السن في نفس المعهد، حتى هما عندهم السنه الثالثه كيقراو معاه، يعني ما عندهم حتى شي علاقه، هما مشوا من على الترجمه. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.